هذه الليالي التي هي ليالي القدر، وأرجو أن لا نسميها ليلة القدر، لأن أعتقد ليلة القدر هذه الليلة العظيمة التي يجزي الله عليها جزيل العطاء لا يمكن أن تختصر بليلة واحدة. فأعتقد أن الله سبحانه وتعالى يعني هذه الليلة عليك أن تسخر عمرك كله حتى تحصل عليها. فقال القرآن هي خير من 1000 شهر، خير من 80 سنة، خير من عمر كامل يعني. وبالتالي الإنسان قد يبقى عمره كله يسعى للحصول على هذه الليلة، وقد يجدها وقد لا يجدها، ولكن الله سبحانه وتعالى وضع ليلة في 10 أيام. فلنتبتل، فلنشد المئزر كما يشد الرسول كان المئزر في 10 الأخيرة، علنا نحصل ونحوز على هذه الليلة. والندع أن ليلة القدر فلان يوم 21 لو 23 لو 25 لو 27 لو 29 هي في الوتر أو الشفع. لماذا؟ لماذا؟ أنا لا أعتقد أن هذا 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 فيه شيء من الحكمة. هي ليلة عظيمة تستحق منا 10 أيام. يعني خلاص أنت ليلة القدر تجي تقعد تدعو ربك وخلاص الله راح يسامحك وخلاص، والباقي أنت تكون يعني أعتقد أن الله يجزل بالكل ولا يجزل بالبلا. يعني في حالات معينة الله سبحانه وتعالى قد يجزل العطاء على فعل عظيم، وقد يكون هذا الفعل يعادل جهدا كبيرا جدا، ولكن لا يعني أنك في هذه الليلة فقط تتبتل وتتقرب إلى الله فإن الله سبحانه وتعالى سيعطيك كل شيء وفي الباقي لا. أعتقد هذه ليست فيها منطقية الإسلام.